اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى إن شاء الله كل كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة تونسية تقليدية من الأكلات الشعبية لبنينة برشا يحبوها التوانسة ونحضروها بكثرة في فصل الشتاء. وصفتنا لليوم هي لبلبي بالهرقمة. كما شفتوا عنا برشا شتاء والدنيا باردة تصمت، ما ينفع فيها كان لبلبي. اليوم باش نعملوا لبلبي بالهرقمة، وصفة سهلة وبنينة برشا. إن شاء الله الفيديو يفيدكم، يقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. وتوا نتعديو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه باش نحضروا اللبلابي. اللبلابي الاساس نتاعو الحمص. عندي لهنا 500 غرام من الحمص المنفخ، خذيت كميه نتاع حمص نفختها. من بعد ما نفختك الحمص ليله كامله نحيت منه 500 غرام ارتل. انتوما اعملوا اي كميه تحبوها على حسب عدد العائله اللي عندكم. هذه الحمص نتاعنا خليته في الماء اللي نفختو فيه، حطيته تو في الكوكوت باش نشعلوا عليه النار من غير ما نزيدوا عليه حتى شيء. هذه باش نحضروا تو اللبلابي. مانيش باش نسكر عليه تو الكوكوت، باش نخليه حتى لين يوصل لدرجه الغليان ونرجع باش نقول لكم شنو باش نعملوا له. ونتعداو تو باش نحضروا الهرقمه. نجيو تو للهرقمه باش نستحقوا فيها ساقين البقري وجلد البقري، والا تستعملوا جلده والا ساقين على حسب اللي توفر عندكم. لازم يكونوا مشوشتين مغسولين مليح نظاف بالشكل هذايا. بالنسبه ليا انا محتفظه بهم في الكونجيلاتور، خرجتهم تو باش نستعملهم مباشره. استعملوا الكميه اللي تحبوا عليها على حسب عدد العائله اللي عندكم. من بعد راهي كيف تطيب الذوب وتولي كميه قليله. هذه تو باش نحضروا الهرقمه وباش نستعملوها مع اللبلابي باش يولي عندنا لبلابي بالهرقمه. بالنسبه للناس اللي ما تاكلوش ساقين البقري والا جلد البقري، طيبوا اللبلابي وحده وتزينوه بالتن يولي لبلابي. احنا تو باش نعملوا لبلابي بالهرقمه. سهله طريقه تحضير الهرقمه، ما فيها شيء. عندنا الاساس قلنا ساقين والا جلده، والا جلده وساقين، يكونوا مغسولين مليح ومقطعين بالشكل هذايا. باش ناخذ توا الكوكوت، حتى الهرقمه باش نطيبها في الكوكوت تاخذ وقت اقل. اذا كان ما عندكمش كوكوت باش تطيبوا في طناجر عاديين، لكن باش ياخذوا وقت اكثر، تقريبا 4 ساعات باش تكون حاضره. وقت اللي نطيبوها في الكوكوت ساعه ونص ساعتين تكون حاضره. اول حاجه باش نعملوها، خذيت كعبه بصل كبيره باش نقصها جوانح. قصوها كبار، طروفها كبار، على خاطر من بعد راهي كلها باش تذوب. باش نحط توا القطاع نتاع الجلده والساقين. باش نصب عليهم كميه نتاع ماء، ماء بارد. باش نحطوا كل شيء مع بعضه في البارد. باش نحط توا زوز مغارف طماطم معجونه. كل شيء في البارد باش نحطه مع بعضه. مغرفه كبيره هريسه عربي، هذه هريسه عربي ديري. الطريقه سبق وشاركتها معاكم. الاساس نتاعها فلفل شيح وثوم، لازمه في الوصفه نتاع الهرقمه وفي اللبلبي، تعطي بنه كبيره. عندي لهنا في المهريس زوز ريوس ثوم، هرستهم مع شويه ملح، باش ناخذ منهم مغرفه كبيره والبقيه باش نستعملوها مع اللبلبي. عندي كيس زيت زيتونة فيه 100 مليليتر. باش نحط مغرفة كبيرة تابل وكروية، هذه مغرفة متاع ماكلة، مغرفة كبيرة. شوية فلفل أكحل، مغرفة كبيرة فلفل زينة حلوة. إذا كان تاكلوا الحار تنجموا تستعملوا فلفل زينة حارة. ونصف مغرفه كبيره كركم. الملح حطينا كان الملح اللي هرسنا به الثوم، من بعد تو نزيد شويه. نحركوا المكونات هذوما وباش نسكر عليهم الكوكوت وباش نخليهم يطيبوا. من بعدك الساق البقري والجلده لازمها تولي ذايبه زبده، تفصل على العظم.
نخليوها توا في الاول على نار قويه حتى لين الكوكوت تصفر، من بعد نقص عليها نار متوسطه. لهنا توا رجعنا لك الحمص كما شفتوا خرجت الكشكوشه اللي فيه، هذه باش نحيها قبل ما نسكروا عليه الكوكوت. ما كانش راهي الله لا يقدر تنجم ترشق لكم، ومنحطوا معاه حتى اضافات. توا نخليه يطيب وحده في الماء، وقت اللي يطيب الحمص يهبى مليح وقتها نرجعوا باش نفوحوه. توا باش نسكر عليه الكوكوت ونخليه يطيب على نار متوسطه. تنجموا تطيبوا في طنجره عاديه كما قلت لكم، وياخذ اطول وقت في عمليه الطهي. لهنا توا في الوقت اللي خلينا الهرقمه والحمص يطيبوا باش نحضروا المكونات اللي نستحقوهم للصحفه نتاع البلابي. اول حاجه لازمنا الخبز البيت، لازم تاخذوا خبز تبيتوه، ما يلزمش تستعملوا خبز جديد، لازم خبز بيت، استعملوا اي نوع متوفر عندكم. بالنسبه للخبز لازم نفتفتوه بالشكل هذايا، نفتفتوه طريفات جويدين كيما هكا. الخبز هذايا شريته بالذمه من البارح وبيتو، نعملوه طريفات صغار ماذا بيكم هكا مش كبار. المهم تفتفتوا على حسب نتوما قداش باش تاكلوا، قداش من عبد باش ياكل بالطريقه هذيا. باهي هذيا الخبز خليني على جنب. باش نستحقوا زيد الهريسه، الهريسه لهنا عملت زوز انواع، هذيا هريسه عربي، هذيا سبق وشاركتها معاكم، نفس الهريسه اللي استعملناها في الهرقمه، وحطيت هريسه نتاع حكه، هريسه تونسيه. زدت عليهم شويه زيت زيتونه، وباش نزيدوا عليهم شويه ماء، وباش نحلوهم في شويه زيت زيتونه وفي شويه ماء. هذوما باش يوليو عنا كيما الصلصه، باش نحطوهم من بعد فوق الصحفه نتاع اللبلابي. عنا لهنا هذيا الثوم، ثوم مهرس مليح، زدت عليه شويه زيت زيتونه، هذيا اللي سميوها صحفه الثوم، هذيا اختياريه اللي يحب يزيد واللي ما يحبش يستغنى عليها. عنا لهنا فلفل مسير، زيتون اخضر، ليمون كبار، وفلفل برلعبيد. هذوما كلهم ديري محضرتهم وحدي في الدار، احسن حاجه تستعملوا حاجه ديري تكون بنينه برشا. باش نستحقوا الملح، الكمون، وزيت الزيتونه، هذوما هما المكونات نتاع صحفه اللبلابي. توا باش نفتفت الخبز ونرجعوا من بعد باش نكملوا اخر مرحله. رجعنا لهنا توا لك الحمص، هذايا هو توا طاب زبده، لازم نتحصلوا عليه بالشكل هذايا، يكون طايب زبده، طايب بالكدا بالكدا. زدت رفست وراني شويه بالهريسه نتاع البطاطا هذيا باش تساعدوه يولي القوام نتاع اللبلابي خاطر شويه. توا باش نزيدوه مغرفه كبيره ثوم، ثوم مهرس، وباش نزيدو شويه ملح. الملح ما حطيناش من الاول باش الحمص يطيب. باش نزيدوه الكمون وزيت الزيتونة، هذايا هو توا اللبلابي متاعنا حاضر، نتحصلوا عليه بالشكل هذايا. نحركوه مليح بشكل الثوم يدخل في وسطه، ونزيدو نشعلوا عليه يهز غلوة مدة دقيقة ونطفيو عليه. خليوه يغلي من غير ما نسكروا عليه الكوكوت. رجعنا توا للهرقمه، طفيت عليها النار، خليت الكوكوت بردت شويه باش نحلوا عليها باش نشوفوا النتيجه اللي لازم نتحصلوا عليها. هذه هي الهرقمه نتاعنا، ما شاء الله قررت زيتها، اكل جلده والساق البقري طابوا زبده. لازم الجلده تفصل على العظم بالشكل هذايا، هاكا العظم تنحى وحده والجلده وحدها، لازمها تتحصلوا عليها بالشكل هذايا، والمرقه نتاعها تكون خاطره شويه بالشكل هذايا، ما تكونش ميها، ما تكونش زاده لونها فاتح. هذه هي الهرقمه نتاعنا،
تبقى لنا توا حاجة واحدة باش نعملوا العظام المروب. حطيت لهنا طنجرة بالماء، حطوا كمية باهية من الماء باش كيف تحطوا العظام يتغم الجهات الكل. الماء من بعد ما يغلي لازم يوصل لدرجة الغليان باش نطفيو النار ونحطوا العظام متاعنا، نغطيو عليه بغطاء مدة دقيقة، نعاودوا نحيو الغطاء ونخرجوا العظام متاعنا نتحصلوا على العظام المروب. توا الماء غلي أو كطفيت النار، عندي لهنا ثلاثة بيضات نهبطوهم بالسياسة باش نحط رشة متاع ملح وباش نغطي عليهم، نخليوهم دقيقة باش نخرج توا كعبيت العظم. خليوهم على جنب ونتعداو ونحضروا الهرقمة. خذيت لهنا توا صحفة باش نحطوا فيها طريفات من الهرقمة، حطوهم في صحفة باش نقطعوهم بالسكينة، باش نقطعوهم طريفات صغار. شوفوا ما شاء الله طايبة زبدة، شفتوا العظام متنحى وحده باش تعرفوها اللي هي طايبة زبدة. توا باش ناخذ زوز سكاكن وباش نقطعوها كيما نقطعوا الكفتاجي التونسي، نقطعوها طريفات صغار. لهنا توا باش نوريكم كيفاش نحضروا صحفة لبلابي كيما اللي بيعوها في المطاعم. باش نعمل صحفة كبيرة ما يوكل ثلاثة أشخاص. أول حاجة نحطوا كمية من الخبز اللي فتفتناه، باش نسقيوه مليح باللبلابي نحطوا عليه كمية باهية، لازم الخبز الكل يتسقى ويتبل. وباش نحطوا فوق الهرقمة اللي قصيناها، المقطع اللي حطيت فيه الهرقمة ما تصور ليش، باش نزيد شوية صلصة من الهرقمة. إذا كان ما عندكمش الهرقمة ولا ما تحبوهاش عوضوا بالتن، حطوا اللبلابي وفوق التن. حطيت لهنا الهريسة اللي حضرناها، الكمون باش نفقصوا توا العظم، هذا الثوم اللي عملناه بالزيت زيتونة، هذا اختياري والمكونات كلهم اختياريين، تحبوا تحطوهم تحبوا تستغنوا عليهم. حطيت جرينات فلفل بر العبيد، جريم فلفل مسير باش نقسمه على اثنين. نكملوا بكعيبات زيتون، الكبار، الليمون، رشة من الملح، خويط من زيت زيتونة، وهذه هي صحفة اللبلبي حضرت. من بعد ما نحضروها بالشكل هذايا نقدموها كما هكا، وقبل ما ناكلوها اكيد نخلطوا المكونات الكل في بعضهم. جربوها بالطريقة هذية وبقدرة ربي ترحموا لي على والدي من أبن ما تاكلوا، المساند الرسمي للبرد وخاصة كي تبداو مرضى هكا وفيكم شوية قريب. إن شاء الله الفيديو فاتكم وقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. نتقابلوا إن شاء الله في وصفات أخرين. وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.